عباد الله اللي يقول لك حق المس والجن وطلع وهبط والقرض وما عرف شنو هو هذاك الى اخره. ملي كتسولو كتقول ليه الشريف، ملي كتبغي تحط حويجاتك وتبدلهم واش كتذكر الله؟ شحال من واحد كيبغي يحيد الحوايج ديالو ويبدلهم في الليل كيقول بسم الله يهوشتي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ستروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم قولوا بسم الله. كتقول بسم الله كتضرب عليه الفاير وول ما عنده منين يطل، وما يبقاوش يجيو عاوتاني يلعبوا عليكم في هذيك الهضره اللي كنا سميتو ويلي القرن 21 هذه. وانت باقي كتقول لي الجن، الجن ما كيعرف لا القرن 21 ولا القرن 28، الجن هو الجن وكاين. ما عم نقول لك حي بالله حقاره لا انفراروج والاخرين ما تحت البنفسجي وديك الهضره ديال والو باش نشد انا واحد اللعيبه ونقجلها عنقه باش نقول لك حق لا راه العلم يشهد هذا. العلم اللي ما يمشيش تبع الوحي ما ندير به